أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى هذه العبارة: واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. وذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الأشياء التي يسأل عنها المرء، وقلنا بأن الفراغ شيء مبغوض في الإسلام. الله سبحانه وتعالى يبغض الفراغ، أن يكون الإنسان فارغا لا في شغل الدنيا ولا في شغل الآخرة. الفراغ هو السبب إلى الانحراف. كثير من الشباب، كثير من المراهقين لوجود الفراغ عندهم ينحرفون، كذلك الشابات. الفراغ شيء مذموم، لأنه في الحقيقة هو تعطيل لطاقة البشر، تعطيل لطاقة الإنسان. المطلوب من الإنسان أن لا يكون كسولا، المطلوب من الإنسان أن يكون عاملا، وإلا سوف يحاسب، لأن هذا شيء من عمر الإنسان، من عمر المرء. لذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس حسابا يوم القيامة المكفي الفارغ. يعني لا يوجد عنده شيء يشغله وهو فارغ. إن كان قد يتعلل الإنسان بأن الشغل فيه جهد، فيه تعب، فقال الإمام: إن كان الشغل مجهدة وفيه جهد وفيه تعب فالفراغ مفسدة. صحيح العمل، صحيح الشغل فيه تعب، فيه جهد، لكن في المقابل إذا نظر الإنسان قال: أنا لا أريد أن أعمل، أريد أن أكون فارغا، الجواب بأن الفراغ مفسدة. فقارن أيهما أفضل، أن يعمل الإنسان وأن يشتغل الإنسان وإن كان هذا الشغل فيه الجهد وفيه التعب له ولكن فيه صلاحه، وبين أن يكون الإنسان فارغا ولكنه يرتكب المحرمات. إن كان مراهقا قد يرتكب بعض المحرمات نتيجة الفراغ، نتيجة التفكير في الأشياء المحرمة، لأن التفكير الخاطئ هو نتيجة الفراغ. إذا كان هذا الإنسان فارغا سوف يفكر في الأشياء المحرمة، بينما الإنسان المفروض أن يشتغل حتى لو كان عنده مقدار من الفراغ، يفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يفكر ما الذي سوف يعمله، يرتاح قليلا، ولكن لا أن يكون هدفه هو الفراغ وعدم العمل والكسل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث له يقول: خلتاني كثير من الناس فيهما مفتون، الصحة والفراغ. خلتان، يعني هنالك خلتان وخصلتان
كثير من البشر، كثير من الناس فيهما مفتون. الصحة، الإنسان إذا كان صحيحا يفتتن بصحته، يتصور بأنه لن يمرض، ولذا لا يرتب على هذه الصحة أثرا، لا يفكر في العاقبة. الإنسان اليوم صحيح ممكن أن يصاب بمرض، الآن الإنسان ما دام صحيحا باستطاعته أن يعمل، باستطاعته أن يتلافى ما فاته سابقا، ولكن إذا مرض ما الذي يستطيع أن يفعله؟ إذن هذا فتنة الصحة. الشيء الآخر هو الفراغ. الآن الإنسان فارغ، يستطيع أن يملأ هذا الفراغ بما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يرضيه بالطاعة، أن يملأ فراغه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن أن الإنسان لا يأتي عليه وقت يكون فيه فارغا. في الدعاء للإمام زين العابدين عليه السلام، ولعله سوف يأتي إن شاء الله عن هذه المقاطع، الإمام عليه السلام يقول: واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر. يعني حتى لا يكون الإنسان فارغا يحتاج أن يلهج الإنسان بذكر الله، أن يسبح، أن يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الفراغ يستطيع أن يسده ولو بأبسط الأشياء، أبسط الأشياء بميزان الناس، ولكنها بميزان الله سبحانه وتعالى ليست قليلة، هي خفيفة في اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان. واشغل قلوبنا بذكرك، بذكرك أنت يا رب، عن كل ذكر، بدل أن نتكلم عن فلان وعن علان وهذا قصير وهذا طويل، وأن نتذكر الكلام عن أي شيء فاضي. اشغل يا رب، اشغل قلوبنا بذكرك، يعني أن نتذكر قدرة الله، أن نتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، بذكرك عن كل ذكر. وألسنتنا بشكرك، بدل أن نشكر البشر نشكر الله سبحانه وتعالى. وجوارحنا، يعني واشغل جوارحنا، الجارحة هي الأعضاء، أعضاء الإنسان. واشغل يعني وجوارحنا، اشغل جوارحنا يعني واشغل جوارحنا بطاعتك عن كل طاعة، بدل أن أطيع أوامر البشر أطيع أوامر الله سبحانه وتعالى. كل سعي، كل حركة، كل شيء عندنا يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن قدرت لنا فراغا، إذا كنا هكذا لا يكون عندنا فراغ، لأننا سوف نكون ذاكرين لله بقلوبنا، سوف نكون شاكرين لله سبحانه وتعالى بألسنتنا، سوف نكون طائعين لله سبحانه وتعالى بجوارحنا. إذن أين الفراغ؟ لا يوجد فراغ عند الإنسان، الفراغ هو الذي يصنعه، الإنسان يصنعه، وإلا لا يوجد فراغ عند الإنسان. لكن الإمام يفترض أنه لو كان هنالك فراغ، فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة، لا تدركنا، هذا تفسير، لا تدركنا فيه تبعة، سلامة من المعاصي لله سبحانه وتعالى. فإذا سلمنا من المعاصي حينئذ لا تدركنا تبعة، ولا تلحقنا فيه سأمة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا. لأن الإنسان إذا كان ذاكرا لله، وكان منشغلا بشكر الله، وكان مشغولا
جوارحه بطاعة الله سبحانه وتعالى، كتاب السيئات ماذا يكتبون؟ لا يوجد عند الإنسان سيئة. لذا قال: حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا. وأين الكتاب؟ كتاب الحسنات. قال: ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين، لأنهم كتبوا كل شيء حسن عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Ha 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 ha.